الحمد لله، منذ تشكيل الحكومة في العام الماضي بدأنا مع أخونا الأستاذ ربيع رئيس الفريق بوضع رؤية واستراتيجية لإدارة ملف الإعلام بالبلد حقيقة. وكما تعلم اليوم الإعلام له أهمية كبرى في إيصال الحقيقة للمواطن ونقل المنجز وتوضيح بعض الأمور التي يحتاجها المواطن. والحمد لله تم تشكيل هذا الفريق بأمر ديواني بإدارة 5 أشخاص اللي هو أستاذ ربيع وأنا متحدثكم وأستاذ حيدر وأستاذ جادر وأخونا الأستاذ جعفر العائدي. نعم. حقيقة يعني الإعلام الحكومي اليوم يضم قرابة 85 مؤسسة حكومية، منها وزارات، منها هيئات غير مرتبطة بوزارة، ومنها محافظات، ومنها إعلام أمني. عندما جلسنا مع بعض هذه الجهات لم يتحدث معهم أو لم يجلس معهم أحد ويسأل عن احتياجاتهم أو موضوع الإعلام منذ 2015. يضم مؤسسات ومتحدثين، ماذا تقصد باليضم؟ فريق الإعلام الحكومي؟ نعم. لا، فريق الإعلام الحكومي هو مسؤول عن تقريبا 85 مؤسسة حكومية، منها وزارات، هيئات غير مرتبطة بوزارة، ومحافظات، وإعلام أمني. هذا الفريق هو مسؤول على إدارة هذه المؤسسات الإعلامية أو المكاتب أو الإدارات الإعلامية في هذه الوزارات أو الهيئات أو المحافظات. واضح. بالتالي احنا أخذنا على عاتقنا بعد ما أكملنا كل المعطيات التي تصب في اتجاه عمل هذا الفريق، وصدر أمر ديواني بتوجيه دولة رئيس الوزراء. جلسنا باجتماعات عديدة ووزعنا الأدوار، وهذا طبعا توزيع الأدوار سبب من أسباب نجاح الفريق، وكل عضو في الفريق وقع على عاتقه مسؤولية أحد الجهات.